الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم، وبغينا من خلال هذه المبادره نبينوا للراي العام ولجل المغاربه على ان الجمعيه ديالنا المغربيه رياضه وتنميه عندها اهداف متعدده، اللي عندها كذلك معاني جد قويه كتنشط اساسا في الحقل الرياضي على صعيد وطني ثم دولي، ولكن بغينا نستعملوا من الرياضه وسيله باش اننا نبلغوا بعض الرسائل اللي من خلالها رساله التضامن وكذلك رساله التاخي، وخصوصا احنا مقبلين على شهر الابرك رمضان المكرم، واختارينا كمنطقه اللي غادي نلجؤوا لها ان شاء الله محطه زاكوره وبالضبط تر النصرات. كتشوفوا من مورايا كاين عدد ديال الجمعيات، نادي رحال لكره القدم اللي هو شاركنا منذ سنين، وكذلك جمعيه الكدية وجمعيات اخرين بالاضافه الى جمعيه مغربيه رياضه وتنميه. وكنا كنقلبوا على شي منطقه اللي ما تكونش كتبعد على مدينه الدار البيضاء كثير، لان كنعرفوا ان الظروف قاسيه نظرا لهذا الوباء. ما بغيناش حنا نكونوا عبء على الساكنه وعبء على اعضاء ديال الجمعيه وكذلك حتى على الدوله، لان باش نحدوا انتشار هذا الوباء اللي مازال تيخيم علينا. وبالتالي تم اختيار منطقه زاكوره، جاء طلب عن يد نادي رحال، وهكا كيف تمت الفكره طريقه تلقائيه، لان وهذه ماشي اول محطه اللي غادي نقوموا بها، هذه ثامن قافله انسانيه رياضيه انسانيه خيريه كيف ما قلت لكم عندها ابعاد متعدده. وكنجعلوا حنايا كجمعيه اللي كتشرف على الرياضه وعلى التنميه باش ان الرياضه تكون هي القلب النابض ديال كل الانشطه ديالنا. غادي نقوموا بانشطه رياضيه فيها العاب تقليديه والعاب القوى وكره القدم الى غير ذلك، بالاضافه الى اعانات اللي كتشوفوها انت الاخوان سهروا على هذه شهور طوال، وحنا كنجمعوا هذه الاغراض هذه باش الساكنه تستفد منها، اللي هي امد يعني في حاجه ماسه لهذ الاغراض هذه. وحنا مقبلين مره اخرى على رمضان الابرك، غادي بالموازات غادي يكونوا كذلك عمليه تشجير وكذا توزيع بعض الحواسيب للمدارس، وكذلك عمليه صباغه في هذه المدارس. هذا انشطه متعدده، ولكن دائما واخذين بعين الاعتبار التدابير الاحترازيه باش كذلك نحدوا من انتشار الوباء، وهذه هي الصعوبه اللي لقينا بالنسبه لهذا العام. هذا من السنوات الفارطه كنا في محطات متعدده، منها محطه تيزنيت ومحطه خنيفره، وحضرتيهم معنا جزاكم الله، ما خلينا حتى شي منطقه في المغرب. وكان الحلم ديالنا هو اننا نمشيو لزاكوره، مناطق اللي كتبعد كثير على مدينه الدار البيضاء، وهذا الحلم كيتحقق اليوم، وان شاء الله تكونوا معنا.